تحتفل أغلب دول العالم بيومها الوطني، وذلك إحياءً لذكرى سعيدة عليها مرتبطة بتأسيسها أو باستقلالها أو بحدث كان سبباً في وجودها. دولة قطر تحتفل سنوياً بذكرى تولي مؤسسها لمقاليد الحكم في البلاد في عام 1878. وما يميز اليوم الوطني في دولة قطر هو شعارها، شعار يضفي على هذه المناسبة جمالاً وبهاء، شعار يكرس قيماً ومبادئ إنسانية سامية، وشعار هذا العام وحدتنا مصدر قوتنا. وما أصدقه من شعار، إنه مقولة سمو الأمير حفظه الله، مقولة مستمدة من القرآن الكريم ومن الدستور الدائم للبلاد الذي يؤكد على تعزيز الوحدة الوطنية والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة، وأن المجتمع القطري يقوم على دعائم العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق. وما يكلل اليوم الوطني ويتوجه هذا العام احتفالات الوطن بكأس العالم، لذلك نرفع أسمى آيات التهاني والتبركات لسمو الأمير وللشعب القطري الكريم ولمن يقيم على هذه الأرض الطيبة، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.